تعرف على طريقة وكيفية إيجاد فشل في البحث على تطبيق كوموبلوكس، قم بالضغط هنا على ضبط الإعدادات. بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على التطبيقات، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على تطبيق روبلوكس. بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على إيقاف الإجباري، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على الموافقة. بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على مكان التخزين، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على مسح تخزين مؤقت، من ثم سوف نقوم بالذهاب إلى متجر جوجل، وهنا سوف نقوم بالبحث عن تطبيق روبلوكس تفيضان على هذا الشكل. وعندما تجدون هنا تحديد قم بالضغط عليه وسيتم تحديد تطبيقكم روبلوكس. وهكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة، ولا تنسوا الضغط على زر لايك